السلام عليكم ومرحبا بكم في شرح كي طريقة لعب لعبة Guild Wars 2 وشرح 2019. إذا لتلعب هذه اللعبة، أول شيء تتجه إلى الموقع الرسمي للعبة وهو www.guildwars2.com، وتختار هنا اللغة قبل أن تضغط على دونالد. تختار اللغة، لديك هنا دي أو يعني الألمانية، ثم اس يعني الإنجليزية، ثم اف ار يعني الفرنسية، ثم أنا قد تركتها بالإنجليزية، ثم سأضغط دونالد ناو، هذه الأيقونة الحمراء في هنا دونالد ناو، أضغط عليها. بعد ذلك سوف تظهر معنا هذه يعني هذا المكان. تختار هنا نظام الويندوز لديك، هل هو 32 بايت أو 64 بايت. إذا كان جهازك ضعيف، من الأفضل أن تختار 32 بايت، ثم تضغط دونالد the Windows Installer. إذا مباشرة سوف يعطيك هذه الأيقونة لتحميل اللعبة، تضغط على ستارت دونالد، ثم يتم التحميل. يتم الآن التحميل ب 24 ميجا بايت. أنا سبق لي وحملتها. لذلك قبل أن تدخل إلى اللعبة تتركها على قيد التحميل، ثم تتجه إلى التسجيل بالموقع ضروري. تضغط على ريجستر هنا كي نقوم بالتسجيل في الموقع، ثم تأتي إلى هذه المعلومات هنا، نقوم بملء هذه المعلومات. سأضع ميل، ثم ضع هنا الباسورد أو كلمة السر. وضع هنا الاسم الذي سوف يظهر في اللعبة كعنوان، يعني كاسم الحساب. سوف أضع ثم سأقوم بالموافقة على الشروط وأضغط على سينجاب. إذن بعدما ضغطنا على وقمنا، الآن لقد قمنا بإنشاء الحساب، ما علينا هو تأكيد التسجيل، يعني تأكيد التسجيل، يعني نتجه إلى الميل الخاص بنا ونؤكد التسجيل. إذا هيا، إذا بما أنه لدي الجيميل فإنني سأدخل إلى الجيميل. عفوا ليس هنا، إذا سوف ندخل إلى الجيميل الذي قمنا بإنشاء الحساب من خلاله. ليس بالضرورة أن تسجل بالجيميل، يمكنك أن تسجل بأي ميل تريد، هذا اختياري أنا فقط. إذا الجيميل الخاص بنا، سوف نتجه إلى مكان الرسائل. انتظر قليلا،
إذا هنا في مكان الرسائل سوف تلاحظ مباشرة أن هناك رسالة من أريناانيت، وأريناانيت هي من الشركة، يعني شركة اللعبة. إذا سوف تدخل إلى هنا وسوف يعطيك معلومات عن حسابك، من هو اسم الخاص بك. إذا يعطيك لين لتقوم بتحميل اللعبة إذا لم يحمل معك في المرة الأولى. إذا ستلاحظ أنه لديك رسالتين، هذه الرسالة تعطيك بمعلومات تعطيك معلومات حسابك، ثم تعود، ثم لديك رسالة ثانية التي تقول فعل حسابك، ها هي، لتفعيل حسابك اضغط على هذا الرابط. إذا سوف نضغط على هذا الرابط لتفعيل الحساب. الآن لقد أخبرنا بأنه تم تفعيل الحساب بنجاح. الآن يمكننا التوجه إلى اللعبة. إذا أنا سبق وقمت بالتسجيل، سبق وقمت بالخطوات الأساسية وهي التثبيت هذا البرنامج، يعني سهل جدا كما العادة، كما هو معروف في كل البرامج. وهذه الواجهة، وهذه واجهة اللعبة. ننتظر قليلا. إذا اللعبة تظهر معك بهذا الشكل. فتختار هنا اللغة أيضا. إذا الشيء الذي يعني الشيء المهم الذي أريد أن أشير إليه، أولا هو تضع هنا الميل الذي قمت بتسجيل عليه بالموقع، وكلمة كلمة السر التي سجلت فيها بالموقع، يعني شيء عادي، ثم تضغط لوجين. بعد ذلك سوف تنتظر إلى أن يصل التحميل إلى هذه العبارة Playable. هذا يعني عندما تصل اللعبة إلى هذا الخط الذي هو Playable، لأنه عندما تقوم أول مرة بتحميل اللعبة سوف يكون لديك هذا الخط تقريبا في النصف أو في هذا المكان. عندما يصل التحميل إلى هذه الكلمة Playable، وسوف تصبح يعني سوف تصبح مثلا سوف نضغط على Loading كي أشرح لكم. إذا لا تنتظر اللعبة حتى تكتمل التحميل، بمجرد أن ترى بأن هذه الأيقونة أصبحت بهذا اللون تضغط عليها مباشرة لتدخل إلى اللعبة. لا تنتظر حتى تنتهي اللعبة من التحميل، وأكرر ذلك، بمجرد أن تصل إلى Playable يمكنك أن تلعب مباشرة. لا تنسوا الضغط على الاشتراك ونال إعجاب بالقناة.